غيث مناف من كييف مراسل القاهرة الإخبارية يرصد لنا الأوضاع. بعد تحية غيث، إذن بعد مرور عامين على الأزمة الروسية الأوكرانية، هذا الإمداد الكبير من الأسلحة من دول مختلفة وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، يعني كيف يبدو المردود اليوم حول هذه التداعيات؟ تحية طيبة لك حساني. بالفعل أول رد لذكرى العام أو دخول العام الثالث للحرب الروسية الأوكرانية والتي سميت هنا بالغزو الشامل للأراضي الأوكرانية، جاء الرئيس الأوكراني وذكر بأن الربيع ينتظر روسيا في هجوم مضاد جديد، وهو إشارة بأن الوكلاء الغربيين لأوكرانيا أنهم بدأوا بدعم أوكرانيا مجدداً بالسلاح بتطوير المعدات العسكرية، لا سيما بعد ما شاهدناه بأن هناك مجموعة من القوارض التي بدأت تلتهم مجموعة من الآليات الغربية في المناطق والجبهات الجنوبية والشرقية، وأن أيضاً اليوم زيارة الغرب إلى الأراضي الأوكرانية تأتي تزامنية مع هذا اليوم الذي تذكره أوكرانيا بحرقة الألم كما وصفه هنا الصحف الداخلية الأوكرانية، وأيضا بالنكسة الكبرى التي لم يكونوا ينتظرونها من الجارة روسيا. ولكن بعد أن بدأت هذا الهجوم تتحدث أوكرانيا بأنها لا مفر لمفاوضات حتى استعادت كل الأراضي الأوكرانية، وهنا الرئيس الأوكراني يؤكد بأن قواته ماضية في استعادة كل الأراضي الأوكرانية. بدأت هجمات أوكرانية متفرقة لومست من قبل المواطنين الساكنين في منطقة زاباروجا وأيضا في منطقة خرسون، حيث بدأت القوات الأوكرانية بشن هجمات قد تكون نوعا ما نوعية دقيقة وصغيرة العدد في المناطق التي يتمركز فيها القوات الروسية. يوم أمس أيضا قامت القوات الأوكرانية بإسقاط طائرتين روسيتين، أولهما وهي من نوع الـ-50 وهي المراقبة الرادارات، أو هي طائرة رادارية تراقب الأجواء وسماء الأراضي الأوكرانية، تم إسقاطها في بحر أوزوف كما ادعى البيان، بالإضافة إلى طائرة من نوع إيل-22 تم أيضا إسقاطها. ثم فجر هذا اليوم تم إسقاط طائرة مقاتلة من نوع سيخوي-34 حسب البيانات طبعا هنا الرسمية صحيح الأوكرانية. لكن يعني غيثي، يعني مع كل هذه التفاصيل التي تحدث عنها وحزمة المساعدة الكبيرة من كافة دول العالم المختلفة، وكما قلنا أن هناك حزمة كبيرة من الاتحاد الأوروبي، هناك حديث أيضا في الذكرى مرور عامين على نقص في عدد الجنود العسكريين أو حتى على عدم تدريبهم بشكل كافي على الطائرات الحديثة، الدبابات الحديثة من أنواع مختلفة، فكيف تبدو ردة الفعل حول هذه النقطة بالتحديد؟ وهذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير كما يسمى هنا. بالفعل الكم العددي القوات الروسية يفوق عدد القوات الأوكرانية، وعدم رغبة المواطنين الأوكرانيين في الانضمام في صفوف القوات المسلحة بسبب بعض القوانين التي كانت هي موجودة بالفعل لدى وزارة الدفاع من التجنيد الإلزامي وصعوبة الخروج من هذا المجال عندما يقوم المواطن بإجباره على الخدمة العسكرية، وهذا الشيء الذي أيضا يفاقم الوضع على الجبهات كون أن القوات الأوكرانية أيضا تخسر الكثير من مقاتليها في تلك الجبهة، ونحن نتحدث عن عامين متكاملين وندخل العام الثالث، وهذه الحرب بدأت بأن تكون وكتب عليها أن تكون حربا طويلة الأمد وحرب استنزاف، ولا سيما بأن ترانسنستريا وهي إقليم تابع لمولدوفا يوم 28 في الشهر سوف يقوم سوف نشاهد إذن ماذا يدور في الأروقة. غيث مناف، أشكرك لنا هذه التفاصيل كنت معنا فيها من كييف.